طيب انا برضو توفيق عكاشة نفس الانسان، بعد ما بروح من الوظيفة دي بروح بين بقى على بلدنا، بربي بهاي، تحولت الى منتج بقى، بقت وظيفتي انتاجية، بنتج انتاج حيواني، وبصحى الساعة 7 الصبح اروح الغيط اشوف ارضي وارض ولادي، فتحولت الى راجل فلاح بينتج من الارض. سيبك بقى مني انا بقى، خليني بقى اطنش واقول للاولاد روح انت. يبقى انا قعدت بقيت ايه؟ عالة على الوطن، والله عالة بقى خدمة، بس بقى اشتغل وظيفة خدمية.